هذه التصحيح. استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا استاذ وائل، اهلا، كل سنه حضرتك طيب. كل سنه. الدكتوره منى منير بتقول بوضوح شديد يعني ان في كتب بتعلم الناس القتل والارهاب والعنف يعني، وبالتالي هنا هي يعني بتدعو الى حذفها، وبتقول خانها التعبير في الكلام عن حرق الكتب، لانه حرق الكتب صادم، حتى الكتب التي نختلف معها نكشفها ونرد عليها، لكن تعبير حرق الكتب الحقيقه يبقى وكاننا بنحرق انفسنا. امال هتفندها ازاي ولا هترد عليها ازاي؟ اتفضل. حرق الكتب ده اولا رقم واحد بيفكرنا بالتتار والمغول، ولسه الاخ اللي بيصف صلاح الدين ان هو كذا وكذا انه برضه اتهموا بحرق الكتب. يعني حرق الكتب ده في العالم ده موضوع خطير جدا. نمره اثنين يا سؤال، من اعطاها الحق بالتفتيش والتنقيب في مناهج الازهر؟ هو اي حد يتكلم في مناهج الازهر مش هناك متخصصين او متخصصون بيشوفوا الكلام ده وعلى علم؟ لكن كان في برنامج من حوالي شهر على نفس القناه بتاع حضرتك، وكانت المقدمه اللي بتقدمه الاستاذه رشا نبيل، وبرضو الاستاذ نجيب جبرائيل مع كامل احترامي وهو صديق برضو تطرق الى هذه المواضيع، والاستاذه رشا رفعت الكتابين اللي هم بتوع الثانويه العامه او ثانيه ثانوي وحاجه زي كده، وفي الاخر برضو خالص قالت له الكتابين في ايديا. قال لها انا ببص من صوره ايه وبتاع ايه؟ لا يحق ده تجاوز يا استاذ وائل، غير مقبول، لا من 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 حد يقول ان الكتاب المقدس فيه كذا او التفاسير في الانجيل فيها كذا، ولا مقبول من حد تاني يقول ان القران فيه كذا او الكتب بتاعه السلف فيها كذا. وكما تفضل الدكتور فؤاد وقال انها استقت، النائبه المحترمه استقت معلوماتها من الاستاذ احمد عبده ماهر ولا عبده ماهر، وهو اليوتيوب بتاعه مليان بيضرب في 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 الدين ازاي. والاخ الثاني اللي قال اسمه برضه اللي هو بيقول ابن تيميه وفقه ابن تيميه، فانا انأى بيها عن الكلام ده وما نخشش المساله يا اخوانا. دلوقتي مش محتاجه اللي احنا بنعمله، احنا بنزرع فتنه وبنزرع احقاد ليس لها اي اساس يا استاذ وائل. احنا كده اللي بنعمل الفتنه، واحنا كده اللي بندوس على بعض، ملهاش لازمه الكلام ده ابدا يا سياده النائبه. احنا يعني احنا مش في حاجه الى هذا الكلام، عيب، ما يصحش يطلع من نائبه زيك حاجه زي كده. في دكاتره ومتخصصين هم اللي يحكموا على هذا الكلام. طيب لا نعمل لجنه، لا نعمل لجنه بقى يا استاذ وائل، تبقى النائبه موجوده في الازهر على طول، وكل اللي بيطالب الكلام ده يقعدوا بقى هم يفتشوا بقى على الازهر ويفتشوا على المناهج ويفتشوا على الكلام ده، ونعمل لهم اقامه دايمه في الازهر. ده كلام غير مقبول تماما. هاخد برضه تعليق اخير قبل ما اخد تعليق أخير.